السلام عليكم، معكم طلال نقار. هذا الفيديو هو ملخص لاضطرابات فرط الصوديوم، حبيت احكيها بفيديو ملخص. يبدو الزملاء بفضلوا هذا الفيديو على المحاضرة التفصيلية. من حجم المتابعات شفته بالنسبة لمحاضرة الصوديوم مقابل ملخص نقص الصوديوم تبع اللي هي 5 دقائق، فراح احاول احكي بخمس دقائق او 10 دقائق. اضطرابات فرط الصوديوم اللي هي ابسط بكثير وما بتحتاج لكثير شرح حقيقة. وإذا شفت في داعي أدخل بالتفاصيل كمحاضرة تفصيلية ممكن أرجع لها حسب رغبة الزملاء ومتابعتهم. اضطرابات فرط الصوديوم هي باختصار أنه في ما في ماء، فأنت بدك تعطي المريض ماء، الماء بتلاقي عنده صوديوم عالي هو بحاجة ماء حر. هي باختصار. ليش بيصير فرط الصوديوم؟ أول شيء عم نتكلم هنا فرط تركيز الصوديوم. محتوى الصوديوم ممكن يكون طبيعي، سواء إيو فوليميا، ممكن يكون في عندي نقص حجم هايبوفوليميا، ممكن يكون في عندي فرط حجم اللي هي هايبرفوليميا. فرط الصوديوم ممكن يصير بسبب اني عم اعطي صوديوم خارجي. فرط تركيز الصوديوم ممكن يصير بسبب اني عم اعطي صوديوم خارجي من الجسم، تسمم الصوديوم بمعنى اخر او انديوس يعني. مثلا لو عم اعطي 3% هذه الحاله، الاشياء ممكن تشوفها بمشافيكم انه عم تعطي سيروم مركز بشكل مقصود، عنده اذيه دماغيه او غيرها، فانت عم تعطي كميه صوديوم اكبر من قدره الكليه على طرحها، وبالتالي عم تحافظ على تركيز صوديوم عالي عنده بالجسم. هلا ممكن يصير بتسممات او يعني حالات الانتحار. مثلا في ربما هذا الشيء بشرق اسيا بتشوفه لو كنتوا عم تمارسوا الطب هنيك، مثلا المشروبات اللي بيستخدموها بالطبخ، الصويا او غيرها، بتكون مالحه زياده. فاذا حاول الشخص يشرب مثلا نص لتر او كميه كبيره بغرض الانتحار، ممكن الصوديوم عنده يصير 180، ممكن بعضهم يموتوا حتى. عند الاطفال ربما يشوف، بنشوفها بسوريا والله العليم، في ممارسه شائعه ربما بتركيا او بسوريا، الله اعلم اذا مش بتشوفوها كاطباء اطفال، ان تمليح الولد، انك انت بتملح الطفل الصغير، الجدات بيعملوها، وهذا الشيء ممكن يؤدي الى فرط صوديوم شديد للجسم عنده. عموما هي الحالات بالممارسه السريريه كاطباء البالغين مثل ما قلت اشياء شيء بيشوفه هو انديوس، يعني انت قاصد تعمل فرط صوديوم، وربما هالممارسه يعني بطلت نوعا ما بالعنايات العصبيه. الحالة الثانية هي السبب الثاني هو الأشع لفرط الصوديوم، انه يكون في عندي نقص بالماء الحر. اضطرابات فرط تركيز الصوديوم هي نقص الماء الحر. نقص الماء الحر ممكن يصير لسبب نقص الوارد أو زيادة الصادر. فمثل ما بتعرفوا التوازن الماء بتنظم عن طريق العطش، آلية العطش، لأنك تشرب ماء زيادة، أو الطرح عبر الكلية اللي هو بيتحكم فيه الـ ADH. فلو نقص الوارد هو الحالة الأشياء حقيقة ربما بتشوفوها، وماء ومع صادر طبيعي، فهذا الشيء حيساوي نقص بكمية الماء، وبالتالي فرط صوديوم أو زيادة الصادر كمان. إذا ما كان في معاوضة فموية مع عم يشرب المريض، رح يؤدي إلى بالنهاية إلى فرط صوديوم. نقص الوارد مثل ما قلنا هو الأشياء، المريض ما عم يشرب مي. ليش ما عم يشرب مي؟ يا أما هو غايب عن وعيه، يا أما هو عطشان بس ما عم يوصل للماء. ممكن تشوفوها بالنيرسينج هوم، الكبار بالعمر، البيدريدن، المسطحين بسريرهم، هدول كلهم حيصير عندهم فرط صوديوم إذا ما عم يشربوا بشكل جيد، أو ما في مين يخدمهم. بالعنايات، مرضى العنايات، العناية المشددة، المنفسية، كل هالمرضى هدول بيكونوا غايبين عن وعيهم، مسكرين، سيديتد، ما حيشعروا بالعطش إذا ما أنت عوضت لهم الماء الكافي، حيصير عندهم فرط صوديوم. كل هالحالات هي بتحسب كمية الصوديوم، كمية الماء الحر، الفري ووتر ديفيسيت، القاعدة المعروفة، بتسربها على مدى يومين مثلا، لأنه أنت لازم تنزل الصوديوم بمقدار 10 ل 12، وهي قاعدة عادة مأخوذة من طب الأطفال، عند الكبار ما كثير إلى أهمية، بس حتى 12 مقبول تنزيل الصوديوم يوميا. نتذكر انه لازم تعوض الحجم قبل ما تعوض تركيز الصوديوم. اذا كان المريض عنده جايك بصوديوم 170 او 180، هذا غالبا عنده نقص حجم، فعوض له بسيرومات ملحيه، بعدين الجا للسيرومات السكريه اللي هي الماء الحر او الماء الحر بالان جي تيوب، او حتى نصف النظام ببعض حالات نقص الحجم. بالنسبه للفرط الصادر، زياده الضياع الماء الحر عبر الكليه، هذا الشيء بيقودنا للادرار الزائد او البوليوريا، البوال. تعريف البوال هو انه كميه البول الصادر اكثر من 3 لتر يوميا. هذا البوال ممكن يكون على حساب الماء الحر، وبالتالي ممكن يسبب نقص صوديوم، او ممكن يكون هو فقط بوال بسبب ما له علاقه بالماء الحر، يعني هذا اوزمولايت دريفن او فري ووتر اكسكريشن. فاذا الاوزمولايت بوليوريا فيرسس الووتر اكسكريشن او الووتر بوليوريا. كيف نميز بيناتهم؟ بنشوف كمية المنحلات، كمية الاوزمولايت ببول 24 ساعة، بحسب تركيز الاوزمولاريتي تبع اليورين واضربها بحجم البول، فإذا طلع معي أكثر من 1000 فمعناتها هذا اوزمولايت ديوريسيس. شو هي الاوزمولايت اللي ممكن تعمل بوال؟
السكر مثل ما بتعرفوا مرضى السكري تايب 1 ديابيتس دي كي اي، ممكن الصوديوم، ممكن اليوريا، حالات الاي تي ان، حالات البوست اي تي ان، البوست اوبستراكشن ريليز، الفلود موبيلايزيشن بالاي سي يو بعد عده ايام لما يتحسن ميت الفلود اللي اعطيتها كلها، هي كلها صوديوم. ممكن اليوريا كان عالي عنده بسبب الاي كي اي وهلا عم يتحسن، هي كلها بتؤدي لبوال بهي الاليه. هل هذا الشيء بيؤدي لفرط صوديوم؟ عاده لا، عاده لا. بالنسبه لما بنلاقي انه الاوزمولايت ما هي عاليه عند المريض، فهو عم يطرح ماء حرم اساسا، يعني الاوزمولاريتي تبع اليورين اقل من 600 والبول عنده اكثر من 3 لتر باليوم، فهذا عم يطرح ماء الحر. هذا ممكن يكون واحد من ثلاث حالات، يا اما هو برايمري بولديبسيا العطاش البدئي، يا اما هو الديابيتيك انسيبيدس النيوروجينيك، او ديابيتيك انسيبيدس النيفروجينيك. العطاش البدئي البرايمري بوليديبسيا حكيناها باضطرابات نقص الصوديوم، لما المريض بيشرب اكثر من طاقه الكليه على طرح الماء بيصير عنده نقص بالصوديوم، تركيز الصوديوم، بس اذا هو شرب طاقه الكليه لتمديد لطرح الماء بصير عنده بوليوريا، بس تركيز الصوديوم عنده بيكون طبيعي او بيكون في الحدود الدنيا. بالمقابل مرضى الدي اي بيكون عندهم صوديوم طبيعي، هاي مفاجاه انه الصوديوم بيكون طبيعي عند مرضى الدي اي او على الحد الاعلى، لانه هن عم يشربوا بيكون هن صاحيين واعيين، عندهم مشكله اي دي اتش، الاي دي اتش ما عم ينفرز او ما عم يستجيب، الكليه ما عم تستجيب له، بس هن طوال ما عم يرتفع تركيز الصوديوم عندهم عم يشعروا بالعطش، فعم يروحوا يشربوا مي فعم يعوضوا، فالصوديوم عندهم بيكون بالحدود العليا 145 مثلا. فهدول امتى بصير عندهم نقص صوديوم او فرط صوديوم، عفوا امتى بصير عندهم فرط صوديوم، تركيز صوديوم حقيقي؟ لما بتحرمهم من المي. كيف تحرمهم من المي؟ انك انت تقبلهم بالمشفى، بينقبلوا بالمشفى مشان جراحه معينه مثلا لزايده لمراره تنظير، بتحطه ام بي او اوفر نايت، بتساوي له بتقول له ما يشرب، ثاني يوم بصير بتلاقي الصوديوم صار عنده 150 او 160. فهذا فهون انت بقى بدك تحط التشخيص، تعرف شو سبب فرط الصوديوم من هذا المريض. كيف بنشخصهم هدول المرضى؟ باختبار التعطيش، اللي هو اللي انت يعني اذا انت ما شخصت المريض، اختبار التعطيش هو انك تحرم المريض من الماء لمده 6 ساعات وتراقب حيويه البول وحيويه البلازما وتطلع كميه البول، فاذا ارتفع الصوديوم وزادت حيويه البول عند هدول المرضى، فاذا ارتفع الصوديوم وما تغير حيويه البول بقيت منخفضه، فهذا هدول باختصار مرضى الدي اي، لانه عم يضيعوا ماء والماء الكيم عم تتكثف، بينما مرضى العطاش البدئي بيستجيبوا، بس حرمته من المي بيبطلوا يبولوا والبول بيرتفع تركيز الاوزمولايت بالبول، بترتفع حيويه البول ويتحسن المريض. هذا الكلام ربما تلاقوه سهل بالكتب، بس حقيقه تفصيله صعب حقيقه. طبعا انت بعد ما تعمل هذا الاختبار وتشخص انه هذا المريض دي اي، بدك تعرفه هو اختبار انه هو مركزي ولا محيطي، هو سنترال يعني نيوروجينيك ولا نيفروجينيك، بدك تعطيه ديسموبراسين وتشوف الاستجابه تبعه للديسموبراسين. هون بيتعقد الموضوع اكثر بكثير، لانه في بارشل في كومبليت وصار عندك 4 اضطرابات، فحسب استجابه المريض ممكن يتشخص، والمريض الموضوع صار جدا تخصصي صعب احكي حتى بفيديو يعني بدقائق. ربما اطباء الغدد هن اللي بيتابعوا هالحالات عاده، اطباء الكلير انا شايف حالي او حالتين من هذه الحالات، فهي ماشيه شائعه جدا وموضوع تخصصي، فما اظن في داعي الواحد يفوت فيه كثير الا اذا الامتحانات حقيقه. هذا هو اضطراب فرط الصوديوم، ما عندي شيء ثاني زياده، هي صار 8 دقائق، كنت حاكي فيديو اطول من قبل وحاولت اختصره مره ثانيه، فهي 8 دقائق ترى اقل ما يمكن. باختصار هو اضطرابات فرط الصوديوم هي اضطرابات نقص الماء، فعوضوا ماء حر لهدول المرضى. السلام عليكم.